تعالوا بقى نبدا بالكيكايه بتاعتنا. الكيكايه بتاعتنا النهارده مقادير الكيكايه اللي انا ما بغيرهاش، ليه؟ لان هي معتمده معايا وبتطلع معايا زي الفل. مقاديرنا كلها السوائل بنحطها في الخلاط، وبعد كده بنجيب بوله غويطه او طبق بلاستيك غويط عندنا كده، بنبدا ان احنا نحط فيه المواد السائله وبعد كده نحط المواد الجامده. طب المواد السائله بتاعتنا اللي احنا النهارده او مقادير كيكتنا اللي انت يا نونا بتعتمديها على طول عباره عن ايه؟ هتنزل مقاديرنا على الشاشه دلوقتي، ومقاديري بتقول ان احنا معانا ايه؟ نزلت مقاديرنا على الشاشه يا شباب، سامعيني؟ نزلت المقادير. طيب مقاديرنا على الشاشه بتقول ان احنا معانا ايه في الكيكه المعتمده بتاعتنا. مقاديرنا بتقول ان انا معايا 4 بيضات، كوبايه زيت سندباد، كوبايه حليب، كوبايه من السكر، 2.5 كوباية من الدقيق، ولو احنا عايزين ان هي تكون بالشوكولاته بنزود لها 2 كبار كاكاو. معايا باكيت بيكنج باودر كامل، ومعايا فانيليا ورشه ملح، وممكن نستغنى عنها، ما برشحهاش قوي لان هي ما بتعمليش حاجه في الكيكايه. طيب دي المقادير بتاعتنا. بنبدا بالسوائل اللي هي ايه؟ ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البيض 4 بيضات، ومقادير الصوص التوفي اللي احنا هنعملها النهارده هتنزل كمان معانا على الشاشه. ومقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ كوبايه من السكر، وكوبايتين من الحليب، ومعلقه كبيره من الزبده، ومعلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. وهنشوف دلوقتي هنعمله برضو ازاي عشان يبقى موجود عندنا في البيت. طيب دلوقتي احنا حطينا ايه؟ حطينا ال4 بيضات، وحطينا الفانيليا، حطينا كوبايه الحليب، وادي كوبايه الزيت. كل ده هضربه مع بعضه، ومعاهم كمان كوبايه السكر عشان اتاكد ان السكر بتاعنا دايب خالص مع كميه السوائل اللي احنا حطيناها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي ما عندوش مضرب كهرباء، انا مستعمله النهارده الخلاط علشان يكون اسهل ما يمكن. طيب هنضرب ده كله كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا ايه علشان حبايبنا اللي لسه متابعين معانا وما تابعوش من اول حلقتنا؟ ضربنا السوائل كلها، وهي سوائل او مقادير كيكه التوفي اللي احنا هنعملها النهارده ان شاء الله، او كيك بصوص التوفي. الكيكايه المعتمده بتاعتنا اللي كانت مقاديرها عباره عن 4 بيضات، ومعانا باكت فانيليا، ومعانا كمان كوبايه سكر، كوبايه حليب، كوبايه من زيت سندباد، باكت بيكنج باودر كامل. دي المقادير بتاعتنا. عملنا ايه؟ حطينا في الخلاط ال4 بيضات مع كوبايه السكر وكوبايه الحليب وكوبايه الزيت ومعاهم الفانيليا. ضربناهم كويس قوي عشان نتاكد ان السكر بتاعنا داب، ورحت حاطه السوائل كلها بتاعتنا دي في بوله غويطه بالشكل ده كده. هعمل ايه دلوقتي؟ ناقص عندي المواد الجافه اللي هي ايه؟ ادي 2.5 كوباية دقيق. ولو قلنا لو عايزينها ان هي تكون بالشوكولاته او بالكاكاو هنروح مزودين لها 2 كبار من الكاكاو او 3. حطينا 2.5 كوباية دقيق ومعاهم البيكنج باودر اهو، واروح مقلباهم كويس قوي قبل ما اضيفهم على السوائل. بصوا كده انا علشان عارفه ان المقدار بتاعي مظبوط وهيطلع معايا 100 100، ما حبيتش او ما احتجتش ان انا احط شويه من الدقيق وارجع اقلب وارجع احط تاني، لا حطيت المقدار كله بتاعي كامل وبدات ان انا اقلبه بالشكل ده. عايزه معايا خليط ناعم جدا ما يكونش فيه اي تكتلات خالص. بصوا كده عايزاه ناعم قوي قوي قوي، واتاكد ان انا اجيب من الجوانب كده علشان انزل اي دقيق متعلق مثلا على حرف البوله، متعلق على حرف الطبق بتاعنا، ما دابش من تحت، لا يبقى اقلب كويس كده. بصوا ما بقاش فيه اي حبيبات مكتله ولا اي حاجه. بصوا ادي الخليط بتاعنا اهو، وادي السمك بتاعه. طيب كده الكيك بتاعنا خلص. وقبل ما بنبدا الكيك زي ما احنا متعودين بنبقى مشغلين الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. ما عنديش درجات حراره يا نونا، ما فيش اي حاجه بتقف قدامنا بفضل ربنا. بنعمل ايه؟ بنحط الشبكه بتاعتنا في الرف الوسطاني وبنشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره متوسطه. طيب مشغلينه من قبل ما ابدا اي حاجه خالص. جبت القالب بتاعنا وعندي حته زبده كده وابدا اعمل كده. طب هل انا يا نونا الكيكايه بتاعتنا دي ما ينفعش ان انا احولها من كيك في حليب لكيكه صيامي؟ اه طبعا ينفع. هعمل ايه؟ كوبايه الحليب اللي انا حطاها هحط بدلها 1 كوباية من عصير البرتقال، وكوبايه الزيت زي ما هي. عندنا ايه تاني؟ والبيض ممكن نلغيه ونزود مكانه معلقه كبيره من الخل مع الباكت البيكنج باودر مع كمان معلقه كبيره من الكربونات. ده كله هيبقى ماده رافعه عندنا بدل البيض.
ويتضربوا كل السوائل مع بعض مع كوبايه السكر، وبعد كده ننزل بالمواد الجافه بتاعتنا ونحطه برده في الفرن، هيطلع معانا زي الفل وفي منتهى الجمال. بصوا كده ادينا عملنا القالب بتاعنا بزبده خالص كده، وكمان رشه من الدقيق علشان نبقى ضامنين ان احنا القالب بتاعنا مش هيلزق فيه. بصوا كده الكيكات بتاعتنا اهي، احنا مشغلين الفرن على درجه حراره 180، والشبكه بتاعتنا في النص. ما عنديش نسخه؟ حاضر، ما عنديش نسخه، يعني نظبط ساعتنا 35 دقيقه بالظبط ونبدا نختبر الكيكايه بتاعتنا. 35 دقيقه ونبدا نختبر الكيكايه بتاعتنا، وهنشوف هنختبرها ازاي، وهنتكلم برده زي ما بنتكلم دايما على اسباب هبوط الكيك واسباب ان هو يطلع ساقط من النص او ان هو مش مستوي او الكلام ده كله. طيب على الكيكايه بتاعتنا ما تستوي هنعمل ايه؟ هنعمل صوص التوفي وهركنه على جنب علشان يبرد، علشان لما تطلع الكيكايه بتاعتنا ونسيبها تهدى برده نحط عليها صوص التوفي بتاعنا. صوص التوفي سهل جدا وبسيط. ماشي تمام. طيب تعالوا نطلع فاصل على الطاسه بتاعتنا ما تسخن، بس على ما نرجع من الفاصل بصوا انا عامله ايه. ادي كوبايه السكر اهي، وهسيبها على النار، مش همد فيها ولا معلقه المونيا ولا خشب ولا سباتشولا سيليكون ولا اي حاجه. بتاعتنا في الفرن ما فتحناش عليها، بعد مرور 35 دقيقه نبدا نختبرها ونشوف هنختبرها ازاي مع بعض. والسكر اللي حطيناه قبل الفاصل علشان نعمل صوص التوفي اللي هنحطه على الكيكات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده بدا يدوب، بدا يتكرمل، واوعوا تمدوا فيه ولا معلقه خشب ولا معلقه ستانلس ولا المونيا ولا اي حاجه خالص، بالشكل ده كده. كل اللي نعمله ان احنا نحرك الطاسه بالشكل ده. طيب هتنزل مقادير التوفي ونشوف مثلنا النهارده بيقول ايه، واللي هيتفق مع المثل اللي احنا هنقوله انا متفق معاه جدا جدا مليون الميه، فعايزه اعرف ارائكم كمان على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. مقادير صوص التوفي نزلت معانا، ومقادير بتقول ان احنا معانا كوبايه من السكر حطيناها في طاسه زي ما انتم شايفين كده علشان تتكرمل، ومعانا كوبايتين حليب، معلقه كبيره زبده، معلقتين كبار من النشا، معلقه كبيره، معلقتين كبار كريم شانتيه. بصوا كده انا شلته من على النار علشان انا مش عايزاه لونه يبقى اغمق من كده. وهعمل ايه دلوقتي؟ اروح حاطه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الحليب وادي النشا وادي الكريم شانتيه، واقلب ده كله كده مع بعضه علشان النشا والكريم شانتيه يدوبوا معانا خالص. ومجرد ما يدوبوا بصوا، مع اننا شلنا الطاسه من على النار بس السكر عمال برده يتكرمل بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا كده لو كنت سيبته لسه على النار دلوقتي، لان طبعا الطاسه سخنه والكراميل دوت او الصوص او السكر المكرمل بيبقى درجه حرارته عاليه جدا، لا قدر الله لو جت نقطه منه على ايدينا، فخلوا بالكم خلوا بالكم خلوا بالكم يعني، وحاسبوا يكون وانتم بتعملوا الكراميل يكون في معاكم اطفال، خلوا بالكم جدا، ربنا يحفظكم ويحفظهم يا رب. بصوا كده هنرجع تاني الكراميل على النار، وادي معانا الحليب بالكريم شانتيه بالنشا. هوطي الاول كده، وممكن علشان ابقى بشتغل في الامان هروح شايله الكراميل من على النار، ولما احط الحليب ابدا ارجعه تاني علشان نبقى مأمنين نفسنا وما يطلعش سخونه زياده عننا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم انت الحافظ، بسم الله بسم الله بالشكل ده كده. هتقولوا لي دلوقتي ده بص يا نونا عمل ازاي؟ ايوه ماشي ما فيهاش اي مشكله، ده سكر وبيتكرمل ونزلنا عليه سوائل اهو بالراحه كده على نار هاديه، عشان كده انا هديت النار بتاعتنا خالص. نبدا نقلب بالراحه كده اهو لحد كل السكر المكرمل ده يفك معانا ويبقى سايل خالص. لقينا ان هو بدا خلاص ان هو داب خالص وتقل معانا وادانا السمك اللي احنا عايزينه، قبل ما نطفي عليه بنروح حاطين حته الزبده بتاعتنا ونروح شايلينه. طيب ركناه شويه يا نونا ولقينا ان هو مسك معانا وتقل وعايزين نشتغل بيه ونلاقيه سايل مدينا سمك حلو، نعمل ايه؟ بنزوده شويه حليب وبنرفعه على النار. بص هو كل ما بنقلب وهو على النار كل ما بيتقل، بس انا عايزه اتاكد ان السكر اللي احنا كرملناه داب معانا خالص. طيب بصوا بدا يتقل خالص ازاي، هروح شايله كده واروح حاطه معلقه الزبده بتاعتنا واسيبها تدوب معاه قبل ما اشوف هزوده حليب ولا لا. صوص التوفي بتاعنا ما فيهوش اي تكتلات، اللي احنا حطينا الكريم شانتيه والحليب والنشا وبدا ان هو يسكر معانا، بصوا داب خالص ازاي وادي السمك بتاعه. طيب احنا هنسيبه كده على جنب، بس انا مش عايزه اسيبه متعرض للهواء كده علشان ان هو
ما ينشفش ويعمل طبقه فوق الوش. هنجيب كيس بلاستيك او كيس ثلاجه او استريتش اهو عندي. طب تمام، على ما نجيب كيس ثلاجه وهروح مغطياه بيه، وقبل ما احطه على الكيكايه بتاعتنا هزوده شويه حليب علشان يدينا السمك اللي احنا عايزينه. طيب كده صوص التوفي عملناه، وكمان معانا الكيك بتاعنا في الفرن عملناه، فين كده حاطين عليه كيس استريتش وقفلاه بالشكل ده، يعني مش مغطيه بس الطاسه بتاعتنا او البوله اللي احنا حاطينه فيها، لا ده انا ملمساه الوش بتاعه بالاستريتش كده او بكيس ثلاجه علشان الوش بتاعه ما ينشفش منه. الكيكايه في الفرن وشها ولونها ما شاء الله، الله اكبر عليها. طيب بعمل ايه بقى لما باجي اختبر الكيكايه؟ ما يكونش حواليها شباك مفتوح عشان ما يطلعش ما يدخلش هواء للفرن، دي حاجة. تاني حاجة ما بقاش مشغلة مروحة حطها في المطبخ في الصيف عشان الدنيا حر، وافتح الفرن واكون بعمل بيه الكيكاية. انا كده بحكم على الكيكاية بتاعتنا ان هي تبوظ رسمي، يعني لو ما باظتش يعني يبقى ما عندهاش دم بصراحة. بصوا بقى كده، نفتح بالراحة، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة خالص، معايا عود خلة او عندي سكينة زي ما انتوا عايزين اللي عندكم، وبعمل كده. اهي وبروح مطلعاها واقفل بالراحه خالص، ما هبتش الفرن، واعمل كده ما فيهاش اي حاجه. معنى كده ان الكيكايه بتاعتنا نضيفه وزي الفل واستوت. انا لما اختبرت الكيكايه ما حطيتهاش على الحرف، انا حاطه عود الخله في نص الكيكايه علشان ممكن الحروف تستوي والنص بتاعي يبقى لسه ني، فانا كده ضمنت ان هي استوت. اروح عامله كده، قفلت عليها، هخرجها دلوقتي لا، هسيبها جوه 10 دقايق تاخد الحراره بتاعت الفرن وسخونيه الفرن، وبعد كده اطلعها. ولما اجي اطلعها ما اطلعهاش برده ولا في تيار هوا، ولا اطلعها على رخامه ساقعه، لا عندي الرخام بتاعي ساقع، اروح حاطه فوطه بتوع المطبخ الناشفين مش المبلولين طبعا، واروح مطلعه عليها الكيكايه واسيبها تبرد براحتها واخرج 10 دقائق ربع ساعه ثلث ساعه، اروح داخله قلبها هتطلع معايا زي الفل، ولا هابطه ولا نص عالي ونص واطي ولا الكلام ده كله خالص، وهنشوفها مع بعض لما نطلعها. طيب الكيكه بتاعتنا كده خدت وقتها وبالزيت، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا انا جايه من الفرن ومعايا ايه؟ معايا بلانشه خشب. ليه؟ علشان اعمل عليها الكيكه كده. بصوا بقى كده، عايزين نقلب الكيكايه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مغلفين القالب بتاعنا زبده ودقيق وكل حاجه، بسم الله. كده بسم الله الرحمن الرحيم، التوفي بتاعنا رجعته على النار وبدا ان هو يسخن اهو من الجناب، واروح عامله حاجه بسيطه جدا عشان اخفه عشان احطه على الكيكات تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي شويه من الحليب وابدا اعمل كده. ايوه احنا سيبناه على جنب، فقبل ما بنبدا نحطه على الكيك بنكون لقيناه تقل شويه، فنخففه بايه؟ نخففه بشويه حليب بالشكل ده. يا اما انت بقى ممكن تزودي له الحليب ده من الاول خالص وتسيبيه خفيف على اساس ان انت لما تيجي تحطي على الكيك يبقى واخد السمك الحلو المتوسط اللي انت عايزاه. نجيب من الجوانب كده بس ونشيله من على النار. بالشكل ده كده، ولا في تكتلات، وناعم وزي الفل الكيكايه بتاعتنا. سخنه سخنه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده شكلها، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى المفروض ان هي نسيبها تبرد خالص، وبعد كده نبدا ان احنا نقطعها علشان بصوا نسيبها تبرد خالص علشان نبدا اما نيجي نحط عليها الصوص التوفي بتاعنا تبقى طعمها احلى بكتير كمان بالشكل ده كده. وادي الصوص بتاعنا اهو، نبدا ان احنا نحطه على الكيكايه بتاعتنا. بصوا بقى احنا النهارده عملنا ايه في الحلقه بتاعتنا؟ عملنا انا شوله
عملنا ايه النهارده؟ عملنا في الحلقه بتاعتنا الكيك بصوص التوفي زي ما انتم شايفين كده، ودينا بنحط عليه صوص التوفي بتاعنا. عايزه تعملي الكيك بشوكولاته، ممكن ان احنا نزود له معلقتين ثلاثه كاكاو، وبنفس المقادير بتاعتنا، مش هيقول لنا لا، تطلع معانا مضمونه. وقلنا ايه مواصفات الكيكايه الحلوه بتاعتنا علشان تطلع مضمونه وتطلع بالشكل الحلو اللي احنا عاملينه ده كده.